أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج خبر ورسالة. كما تعلمون إحنا الآن في أسبوع الصلاة على شاشة الآرامية، سوف نتكلم أكثر عن الصلاة في هذه الحلقة. لكن قبل أن نتكلم عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وقبل أن نستقبل ضيف الحلقة، راح ننظر نظرة بسيطة على الشرق الأوسط وما يحصل في الشرق الأوسط في هذه الأيام. بالنسبة للعراق، انضم متظاهرون من كربلاء وذي قار ومدينة الصدر ببغداد إلى المعتصمين في الرمادي تأييدا لمطالبهم فيما يتواصل الاعتصام في سامراء والموصل. أما من سوريا، من جهة سوريا، أشار المعارضون السوريين إلى أن حصيلة القتلى يوم الخميس ارتفعت إلى 117 برصاص القوات الجيش والأمن. راح نتكلم اليوم بعد ما أخذنا نظرة بسيطة من بعض الدول في الشرق الأوسط. طبعا في هناك العديد من الأخبار من لبنان وسوريا والأردن ومصر، لكن اختصرنا هذه العناوين حتى ما نتكلم أكثر عن الصلاة ونصلي من أجل هذه الدول في الشرق الأوسط. معنا اليوم على الهواء القس ميلاد سمعان، راعي كنيسة نور الإنجيل في بروكلين. أهلا وسهلا بي قسيس ميلاد. أهلا أهلا يا أخ مروان. أهلا وسهلا، ربي يبارككم وسنة حلوة مع يسوع. ربنا يباركك ويستخدمك في السنة القادمة لخلاص النفوس. ربي يحميك ويحفظك ويجعل دايما الأرامية هي رسالة البركة في كل مكان لمجد الرب. أمين أمين. كما تعلمون حلقتنا لهذا اليوم بعنوان مفاتيح الصلاة. قس ميلاد، حابب يعني في البداية، أنت عارف أنه إحنا في أسبوع الصلاة على شاشة الآرامية ورح نستمر يمكن أكثر من أسبوع حسب ما يقودنا الرب، مستمتعين جدا في أسبوع الصلاة. لكن قسيس، حابين نفهم أكثر عن الصلاة. ما هو مفهوم الصلاة؟ هل الصلاة مفهومها يعني حاجة مجبرة علي أنه أعملها؟ هل هو فرض؟ أكثر اشرح لنا ما هو مفهوم الصلاة. الصلاة في الحقيقة هي علاقة حب واتصال وصلة بين الإنسان وبين خالق الإنسان، بين الله وبين الإنسان. هو أخذ وعطى. الإنسان يشكر ويحط الأمور قدام ربنا وبالشكر، بس لازم تكون على أسس حسب الكتاب المقدس اللي علمنا إزاي نصلي. يعني هي مش فرض لازم أعملها، ولو ما عملتهاش مش هدخل السماء وحاجات زي كده. يعني هي مش هترفع من محسناتي. الصلاة الحقيقية هي صلة بين الإنسان وبين الله، مش وقت وبعد ما نخلصه نعمل اللي أنا عايزه. هي علاقة مستمرة بين الإنسان وبين الله. جميل جميل. قسيس، في مثل في الكتاب المقدس، ويعني أكيد كلنا عارفين مثل الفريسي والعشار. مش راح نقرأ الجزء كله، لكن موجودة اللي حابب يقرأها في لوقا إصحاح 18 وابتداء من الآية رقم 9. كما نعرف أنه الفريسي، كان هناك في فريسي وعشار صعدوا إلى الهيكل ليصلوا، وابتدأ الفريسي يصلي ويقول ويصلي في نفسه هكذا قائلا: أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار. أما العشار صلى وقال في الآية رقم 12: أما العشار فوقف من بعيد ورفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هذه القصة اللي خلتني أذهب إلى السؤال قسيس ميلاد: ما هي شروط الصلاة المستجابة؟ في الحقيقة السؤال بتاعك رائع جدا يا أخ مروان، لأنه ده مهم جدا، لأنه الحرامي لما بيروح يسرق يقول يا رب استر، وناس كتير بتصلي. لكن الصلاة الحقيقية ليها شروط، وزي ما علمنا الكتاب في سفر إشعياء إصحاح 1 بيقول من عدد 14: فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كسرتم الصلاة لا أسمع. ليه يا رب؟ لأن الصلاة المستجابة لها شروط،
والقصه اللي حضرتك ذكرتها في انجيل لوقا اصحاح 18 من عدد 9 لغايه عدد 14 او 15 بتحكي ازاي الشروط المستجابه او شروط الصلاه المستجابه. بيقول الكتاب مثل رائع، راجل فريسي، وكلمه فريسي يعني مدقق، حافظ الناموس، عارف الشريعه، عارف مكانه في الهيكل، بيروح يصلي كالمعتاد حسب الوقت اللي هو بيروح يصلي فيه، وبعدين صلى: اللهم اشكرك انا مش زي الخطافين ولا النصابين ولا حرامي، انا بقى راجل فريسي وبعرف الناموس وكده. وابتدا يكون مركز صلواته على نفسه. لكن الراجل اللي بره اسمه العشار، يعني خافي، كلمه عشار يعني الذي ياخذ الفلوس او العشور من الناس في الكرباج، فكان في نظر الناس خافي وفي نظر نفسه كمان. لكن يقول الكتاب ما قدرش يدخل، وقف بره وقرع على صدره، وكانت الصلاة المستجابة هي: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ودي شروط الصلاة المستجابة: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. يقول الكتاب نزل إلى بيته مبرر. يبقى شروط الصلاة المستجابة إن أنا أطلب رحمة الله اللي تمت في الصليب، وأقول له ارحمني يا رب لأنك مت على الصليب لأجلي. حينئذ يسمع الله لي كل صلواتي وكل طلباتي، ويقول لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. أمين. يعني هاي الفكرة بتخليني أذهب إلى سؤال آخر عن اختلاف الصلاة. يعني في ناس بتصلي بالبيت، في ناس بتصلي باجتماعات صلاة، وفي ناس بتصلي بس يوم الحد يروح الكنيسة يصلي الواجب اللي عليه وروح. هل في اختلاف يعني بين الصلوات؟ هل في اختلاف انه بين الصلاة اللي في الكنيسة والصلاة اللي في اجتماع البيت والصلاة اللي تكون يعني الخلوة الشخصية؟ هل في اختلاف بين الصلوات؟ هو مش اختلاف، لكن في صلوات اصليها في المخدع بتاعي محدش يسمعها غيري انا وربنا، لان الرب قال: متى صليت ادخل مخدعك اغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنيا. يعني ايه؟ يعني في صلاه خاصه بيني وبين الرب اسمها الحجره السريه، الصلوات اللي بيني وبينه اقعد اتمتع بيه واقول له اشكرك وانت عظيم وانت رائع، احط طلباتي، اتشفع لاجل نفوس، ابكي قدامه، احط راسي في الارض. يعني لا يحدها طريقة ولا يحدها مكان، لكن دي اسمها صلاة المخدع. لكن صلاة لما أنا أكون في اجتماع صلاة، مش كل الصلوات اللي في اجتماع صلاة زي صلاة المخدع. يعني ممكن في صلاة المخدع بيني وبين ربنا أتكلم مع ربنا عن ناس وأقول لهم إنه يا رب فلان، يا رب، واذكر بالاسم فلان عنده مشكلة. ما ينفعش أقول الكلام ده في اجتماع صلاة أفضحه بفضيحة يعني. لكن الصلاة مع وسط الناس المجموعة، أنا بقدم صلاة شكر للرب وبعلن عن موت المسيح وعن قيامته وعن عطاياه وعن بركاته، وزي ما هو علم التلاميذ لما تصلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. لكن ما افضحش الناس وقول أنا بصلي لأجلهم. لكن فيه صلاة كمان في الكنيسة وناس بتقتصر عليها: أنا أروح الكنيسة يوم الحد، أنا بصلي وسط الزحمة وبطلع من الكنيسة وكأني عملت الواجب اللي علي. علشان كده دي لا، الصلاة اللي في الكنيسة بتختلف خالص. أنا بشترك مع أخواتي المؤمنين وبعلن أن احنا بنتحد مع ربنا في هذه الصلاة، وبعلن أن أنا وسط الجماعة بنرفع بخور الحمد والشكر، لأنه مكتوب في كلمة الله أنه في وسط الجماعة أسبحك، والله يسكن وسط الجماعة. ولما ربنا حب يغسل رجلين التلاميذ غسلهم في اجتماع، مش كل واحد في بيت. عشان كده أن إحنا لما بنصلي في الكنيسة إحنا بنصلي متحدين حوالين الشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أمين أمين. كلمتنا قسيس عن صلاة المخدع وكيف في يعني هناك اختلاف بين
انه انا اصلي في مع الاجتماع مع الاخوه وانا اصلي بخلوتي، في هناك اختلاف بالصلاه، انه الشغلات السريه او الشغلات الشخصيه لازم ما نصليها في اجتماعات عامه، تكون في خلوتنا الشخصيه بيننا وبين الرب، لانه هدف الصلاه من اجل الاخرين او مشاكل الاخرين، مش حتى نعلن للناس عن مشاكل الاخر، لكن حتى ما نصلي من اجلهم. ف هاي هي شغلات يعني شخصيه بيننا وبين الرب. لكن قسيس، في مش بعض الناس، اكثر الناس يمكن 99 من الاشخاص، وخاصه في امريكا الدنيا بتمشي عنا سريع، وال24 ساعة مش كافية في أمريكا، فالشخص لما يصحى الصبح يمكن ما يكون عنده ربع ساعة أو خمس دقائق حتى يصلي، الدنيا ماشية سريع. فهل ممكن أنا وذاهب إلى العمل أصلي في السيارة، أصلي في الباص، أصلي في الطريق، يمكن أيضا صار فيه هناك مشاكل في السيارة، أصلي وأنا داخل في الشغل، أصلي وأنا بشتغل، هل الصلاة دي مقبولة ولا لازم أترك كل شيء وأدخل إلى غرفة محكومة وأصلي مع الرب؟ شكرا يا أخي مروان. في الحقيقة زي ما حضرتك أشرت، أنه وزي ما أنا قلت في الأول، أن الصلاة هي علاقة وثيقة بين الإنسان وبين الله 24 ساعة. يعني أطلع أركب السيارة بتاعتي أنا في علاقة بيني وبين ربنا، أتكلم مع ربنا في كل وقت، في كل وقت، لا يحدني مكان ولا زمان. فهي صلاة مقبولة، لأن زي ما قلت لحضرتك أنا في صلة بيني وبين ربنا، علاقة شخصية بيني وبين ربنا. فتنفع وأنا سايق أقعد أتكلم معاه، تنفع وأنا بشتغل أقعد أتكلم معاه، هي علاقة مستمرة، مش فرض ينتهي وبعدين انتهت الصلاة. علشان كده الإنسان المصلي زي ما بيقول الكتاب، أما أنا فصلاة، الإنسان المصلي هو الإنسان اللي دايما محفوظ من الخطية. طول ما أنا في حديث سري بيني وبين الله، مفيش سماح لأي وقت يدخل إبليس بأي أفكار ويعطل ويعكر علي صفو حياتي أو يخليني أقع في الخطية. الإنسان اللي بيصلي هو الإنسان المحفوظ من الخطأ. في العربية ينفع، في البيت ينفع، أنا وأولادي ينفع، وأنا قاعد لوحدي ينفع، لو أنا راح عند الدكتور ومستني دوري فأنا مغمض عيني ورافع قلبي للرب ينفع، في كل مكان ينفع أتكلم مع ربنا وأحكي وأشكر ربنا على عظمته وعلى خيره وعلى بركاته وعلى إحساناته. يعني كده السيس ما ضلش فيه عذر للشخص، مثل ما يقول الكتاب المقدس أنت بلا عذر أيها الإنسان. ففي علاقة شخصية مفتوحة 24 hours مع الرب، ممكن تصلي بالطريق، ممكن تصلي في السيارة، ممكن تصلي وإحنا بنشتغل. فده مش عذر أنه نقول أنا مش قادر أصلي لأنه أنا مش في البيت، أنا مشغول، أنا ما عنديش وقت أصلي. فإلهنا إله عظيم بيسمعنا في كل وقت وفي كل مكان وزمان، حتى لو كنا وسخين وبنشتغل في يعني في منطقة وسخة جدا، مش لازم نروح نتطهر أو يعني مواضيع كبيرة جدا. قسيس، لا في الحقيقة أخ مروان، الطهارة طهارة القلب مش طهارة الإيدين من بره والرجلين والدماغ. احنا ممكن ناس كتير بتفكر انه لازم اتغسل الاول، استحمى الاول علشان ربنا يسمع صلاتي. في الحقيقة ربنا يسمع صلاتي لما يكون قلبي مغسول بالدم، وانا ابن لله عايش مع ربنا علاقة شخصية. ايديا فيها شحم بتاع عربيات بصلح العربية، ايديا فيها اي حاجة، هدومي مش نظيفة، الله لا ينظر الى العينين والجسد لكنه ينظر إلى القلب. الله لا ينتظر مني نظافة خارجية طبعا، وأقصد بالنظافة الخارجية اللي هي نظافة الأشياء، لكن عايزني أكون نظيف، إناء نظيف مقدس. الحاجات اللي بنشتغل فيها ما بتوسخش الإنسان، لكن الخطية هي اللي بتخلي الإنسان مش نظيف قدام ربنا. فأنا ربنا خلقني على صورته، ولما طلبت رحمته وصليت وغسل قلبي بالدم، أنا أقدر أتكلم معاه 24 ساعة في أي وقت يسمع لي، لأنه هو لا ينعس
ولا ينام ويسمع لي في أي وقت وفي أي مكان، لأنه هو الله اللي بيسمع الصلاة، ومكتوب في الكتاب المقدس أغارز الأذن ألا يسمع؟ أمين أمين. طبعا موضوع الصلاة قسيس موضوع كبير، يمكن ناخد فيه أكثر من حلقة حتى ما نتكلم في هذا الموضوع، لكن حلقتنا قاربت تنتهي. لكن حابب أنك تشجع المشاهدين، في كتير يمكن أشخاص الآن أمام الشاشة عندهم تردد من الصلاة، أو صار عندهم يمكن ملل لأنه عم بيطلبوا شغلات من الرب وحابين أنه يمشوا الرب على مزاجهم، والشيء اللي بيطلبوه لازم يتنفذ، وطبعا الرب بيعطي كل عطاياه الصالحة في أوانه، في حتى ما يحين وقت الشيء هو اللي راح يعطيني، لكن الناس بتستسلم على طول وبتقطع علاقتها مع الرب وما بيصلي. شو بتشجع الناس الجالسة الآن أمام الشاشة بتشاهدنا لكن ما عندها علاقة شخصية بينها وبين الرب؟ في الحقيقة يا أخ مروان، الناس اللي بتخاف من ربنا ما بتقدرش تصلي. إزاي أنا خايف منه هتكلم معاه؟ زي مثلا يونان لما كان خايف من ربنا استخبى في بطن السفينة ومش عايز يتكلم مع ربنا، حتى الناس البحارة قالوا له قوم أصرخ إلى إلهك، قال لهم لا ده المصيبة دي بسببي. فناس كتير بتخاف من ربنا عشان كده ما بتصليش، وناس كتير حاسة ان هم خطاه ما ينفعش يصلي. لكن انا عايز اطمن كل مشاهد، اذا كنت حاسس انك خاطي تعال اعمل زي العشار اللي ذكره الاخ مروان دلوقتي في القصة في انجيل لوقا صح 18، وقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. الله يسمع الصلاة وبيقبل الخاطئ. ولما رجع الابن الضال في انجيل لوقا صح 15 قال عنه الاب كده، ابني هذا كان ميت فعاش وكان ضالا فوجد. فطوبى للانسان اللي يجي يقرب من ربنا ويقول له يا رب ارحم. مهما كانت خطاياك عزيز المشاهد، مهما كانت اثامك، مهما كانت وحشتك، مهما كان جرمك وخطاياك، تعالى، لان الرب يسوع المسيح على الصليب دفع الثمن كاملا. فانا بطمنك انه هيسمع الصلاه، بس زي ما قال العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ. مش نقف نصلي نقول له يا رب جوز البنت وبارك العيال، اشف المرضى، عز الحزانة، لا الكلام ده صلوات غير مقبولة أدام أنت قلبك مش مغسول بالدم. أول حاجة في شروط الصلاة المستجابة إن قلبي يتغسل بدم المسيح وأقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ. أمين أمين. قسيس بنهاية حلقتنا حابين نختم الحلقة بصلاة، يا ريت نشكر الرب على السنة اللي فاتت سنة 2013، ونشكر الرب على سنة 2013 القادمة. أيضا قسيس يا ريت نضع موضوع سوريا ومصر والعراق والشرق الأوسط عامة أمام الرب، نضع كل أيضا أمريكا وبركات الرب على أمريكا وحمايته. يا ريت قسيس نصلي من أجل مشاهدين الآرامية، بنصلي من أجل كل شخص الآن في طلبة على قلبه، الرب سامعك بالإيمان، قوم صلي معانا، حط طلبتك بالإيمان معانا، اركع معانا أمام الشاشة وراح نصلي، وثق أن الرب راح يسمعك. قسيس يا ريت نتشارك كلنا وإحنا المشاهدين نصلي مع بعض في نهاية الحلقة. أمين أمين. باسم الرب يسوع المسيح أنا بطلب من كل مشاهد يغمض عينه ويرفع قلبه للرب، وإذا كان في من المشاهدين ناس عيانين على السرير المرض، أنا أثق أن الله ممكن يزورهم زيارة خاصة النهاردة ويشفي ويلمس، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو قال مهما طلبتم من الآب باسم. فإحنا بنصلي وعندنا إيمان وثقة، بس زي ما قلت إذا كنت حاسس أنك لسه بعيد عن ربنا قبل ما تصلي للشفاء قل له يا رب ارحمني، اغسلني، ابرئني، انا بسلم حياتي ليك، انا امنت يا رب بعملك الكامل. يلا نغمض عينينا كلنا ونرفع قلبنا ونصلي لاجل كل الطلبات اللي ذكرها اخويا مروان. يا ابانا السماوي، اسم ربنا يسوع المسيح بالروح القدس اتينا اليك في هذه الليله ونحن نثق انك سامع الصلاه لانك الاله العظيم. نشكرك لأن على الصليب دفعت عننا كل ما كان علينا، غسلت قلوبنا بدمك الكريم، كتبت أسماءنا في سفر الحياة بعد ما
كنا عبيد الخطية حررتنا وجعلتنا أبناء لجلالك. نشكرك لأجل البنوية، نشكرك لأجل العطايا العظيمة، لأنه مكتوب من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. يا رب يسوع أذكر أمريكا يا رب بكل ما فيها، بالرئيس، بكل الحالة الاقتصادية والحالة السياسية والحالات الطبيعية. أذكر أمريكا يا رب. ذكرنا سوريا والعراق والمشاكل الحادثة هناك، مين يهدي الحروب غيرك يا رب؟ تنازل يا رب برحمة خاصة. أذكر يا رب من فضل قناة الأرامية التي أعددتها لتكون إنجيل مفتوح أمام كل المشاهدين. بارك قناة الأرامية يا رب. أذكر العاملين فيها، خدامك يا ابن الله اللي يكونوا قدام الكاميرات واللي خلف الكاميرات. أذكر الكل لأن أعين الكل إياك تترجى. أصلي يا رب لأجل كل المشاهدين الأعزاء الأحباء، أنت تستطيع أن تجعل من خلال هذه الشاشة بركة لقلوبهم، لحياتهم، لبيوتهم أيها الرب سيدنا. أستودع بين يديك يا رب. أصلي لأجل المرضى الذين طلبوا يا رب أن نصلي لأجلهم. تنازل إليهم أيها الطبيب العظيم المبارك، صاحب اليد القوية الشافية. يا رب في هذه الأيام أشكرك لأجل سنة 2012 واللي عدت على خير، وأشكرك لأجل سنة 2016. اكرم اسمك فينا وخلي أوانينا مقدسة لجلالك. يا أبانا نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح بالروح القدس، ولك كل الحمد. آمين آمين آمين. شكرا قسيس ميلاد على الصلاة، وخلونا دائما نستمر في الصلاة خلال الأسابيع القادمة. بنصلي متحدين في الصلاة والصوم حتى ما ننال البركات الغزيرة من الرب. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. شكرا قس ميلاد لوجودك معنا في هذه الحلقة. رب يباركك ويستخدمك في كنيستك وعبر شاشة الآرامية إلى العالم أجمع. إلى هنا انتهت حلقتنا، نراكم في حلقات أخرى، وإلى اللقاء.